ها هي المحلولة، ها هي الممكس. ركوان هذا زي هو ركب، زي ركب زي راحت، زي كي ركب زي قعدها قعدها. هذه خيرات راهم بغني يفرطوا فيها يصابطونا فيها، رانا خاسرين دم مفاداتنا، والله ما خلينا شي اللي نخسروا، يعني ما خليناش. مع هذا الجفاف وقلة الأمطار الفلاحة راه غادي تضيع، حنا رانا معتمدين على السقي التكميلي، وحنا رانا ندوم عند لوني دلما يشوفونا في العطل اللي راه يصرى كل الخطرة، هذا الأونبان اللي كيريقلوا لنا في أقرب وقت. راه جاي عند السبولة وجافت، يطقوا لنا بالدغمق ويعاودوا يعاودوا يضربوا أونبان، البومبة ضاعت وقال الخيط ضاع، حبسوا كوزي دو سيمانة سي. في 1500 قطار، 1500 قطار هذه كاع راهي فلاحة، كاع راهي فلاحة، وكاع راهي جاية خيرات ربي راهي جاية. ومي جاونا على التوالي دروك الماء انقطع، قطعوا علينا الماء، قالوا بومبا ضاعت، بومبا ضاعوا. حنا جانا نطالبوا دروك يعجلوا لنا بيطلقوا لنا هذا الماء في اقرب وقت، ماشي سيمانه ولا الا لحقوا سيمانه كلشي حرق، كلشي حبس، الرشاش حبس، السقي التكميلي هذا حبس. دروك انا كي نديروا انا صارفين دراهم، والشعب ثاني راه يقارع لهذه الشويه تاع الزرع وشويه تاع الفارينه وشويه تاع الحبوب. اتصلنا المسير الشركه والمسؤول الشركه وهي لونيد ديوان الوطني السقي، الا انه صرح لنا بلي انه كاين عاطب في على مستوى مضخات سيسيس، وحسب تصريحات المسؤول سيتم تصليحها ان شاء الله في اقرب اجل، وهذا لانقاذ هذه المحاصيل ان شاء الله. نطمئن من هذا المنبر، نطمئن الفلاحين من هذا المنبر بلي نحن على قدم وساق من اجل تصليح هذا العطب.